الكره وموجود هنا لاعب نادي الوصل فاسيليا اللي ابعدها. يعاتبونه طبعا، يعاتبونه سفيان رحيم، يقولوا له احنا طلعنا الكره، انت ليش لعبت الكره، انت ليش اخذت الكره. لا 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 لا، يعني هم شوف الوصلاويه الامانه، وقفوا الكره، وقفوا الكره، وعلى اساس انه يا ريت نشوفها من البدايه، لان في لاعب وصلاوي طايع، يا ريت نشوفها من البدايه، من وسط ملعب نادي العين، وسط ملعب نادي العين. الوصلاويه تركوا الكره على اساس ان سفيان يخليها رميه تماس، سفيان اخذ الكره تقدم فيها للامام، وهذا اللي زعل الوصلاويه في الكرات الماضيه، ان الكره كانت عندنا ولكن احنا ايضا شوف هذه 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 لاعب وصلاوي طايح في ارض الملعب، استمرت الكره، شوف على اساس انه يطلع الكره اخذها سفيان رحيمي، وبالتالي ايضا عمل منها مشروع هجمه في الكره الماضيه. هذا اللي زعل الوصلاويه، هذا اللي خلاهم يعاتبونه في الكره الماضيه. مباراه مستمره عزيزي المشاهد.